ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة يا جماعة نعمة من نعم الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة والزول الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، يعرف متين يغضب، متين يرضى، متين يقول الكلام الشديد، متين يقول الكلام الفيه رفق، متين استعمل القوة، متين استعمل الرحمة وكذا، ومواقفه كيف تكون، يكون ذو الحكيم. والحكمة يا جماعة من معانيها السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة السنة. وفي ناس كتار يا جماعة بيتعلموا، وتلقاهم واحد بلغ من العلم ما بلغ لكن ما عنده حكمة. عشان كذا رب العزة والجلال قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة في النصوص، لأن النصوص دي من الله، وإنت البشر ديل ما بتعرف تتعامل معاون وتصلح في وسط إلا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حكم الله. لأنه قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال أأنتم أعلم أم الله. عشان كذا حتى شوف في الآيات دي، في الآية دي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال والموعظة شنو؟ الحسنة. ما قال الحكمة الحسنة، لأنه الحكمة كلها حسنة. لكن لما تجي توعظ الناس تتخير الألفاظ والأسلوب الشرعي. والحكمة يا جماعة نعمة، والنعم تقابل بالشكر. عشان كذا قال له، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأنه دي نعمة.